ريكورد. تمام. اليوم هنبدأ في الأنيميت. الأنيميت يعتبر من التطبيقات المالتي ميديا اللي بتقوم بأعمال الألعاب والكرتون. يعني ممكن عن طريق الأنيميت أعمل أي لعبة أو فيلم كرتون، لعبة آيفون أو أندرويد أو كمبيوتر أو ويب. طيب إحنا اليوم محاضرتنا هتكون على التعرف على الأدوات. تمام. أول خطوة راح أفتح الأنيميت. الأنيميت هيكون طبعاً الأخير، أنيميت اللي هو الأنيميت الأخير. هناخد أول خطوة كيف نختار الملف تبعنا. اخترنا الملف، نختار الأبعاد، البعد الويدث اللي هو العرض، العرض تبع الملف، وهان الهايت اللي هو الطول. أكتب مثلاً 800 وهانا اللي هو الارتفاع، وأحكي له هانا هختار البلاتفورم. إحنا هنختار اللي هو آخر واحدة اللي هي هاي. تمام. نحكي له كرييت. الآن دخل على الأنيميت. هنتعرف على الأدوات. قبل ما اتعرف على الأدوات، في عندي أوضاع للأنيميت. كل الأدوبي له، كل تطبيقات الأدوبي لها أوضاع. ممكن تختار الخيار هذا أو ديفلوبر إلى آخره. أنا اخترت النمط اللي هو المألوف العادي اللي هو هذا. لو اختفت الأدوات عندك فيك تضغط على هذا الخيار وتقول له نعم، بخلي لك الأدوات كما كانت. الآن عندي التايم لاين. لحكينا هنروح نتعرف على الأدوات. طلعوا الأدوات. ما راح أبدأ بالأول، هبدأ بالدائرة. هاي الدائرة ضغطت ضغطة واخترت أوفل تول. هاي دائرة، طبعا الدائرة طلع لونها أبيض، ممكن ألونها أو أغير لونها منها. طلعوا الكائن اللي بعمله الافتراضي بيكون مفكك، يعني not a group. ممكن أتحكم كيف ما بدي فيه. طلع لو ضغطت هيك بعمله كقطرة ماء، لو ضغطت هيك بعمله كمثلا اللي هو الكعكة، لو عملته كده ممكن أعمله نبات، ممكن أعمله كذا. يعني ممكن بدل ما أنا أغلب حالي أعمل الكائن اللي بدي إياه. هي قطرة ماء. ممكن هنا نروح نعمل كمان واحد. طلع كيف هاي دائرة، طلعوا طلع الفارة كيف تحركت، وبدي أعملها اللي هي كده. الآن ممكن أختار أداة الخط وأعمل مثلثات. طلعوا بضغط هان، لاحظت انه تلونت كلها. المفروض حتى تلون كل قطعة لحال تكون الخطوط راكبة مع بعض. يعني المفروض الخط هذا اركبه هان، وهذا ما يكون في فراغ بينهم الاثنين، وهذا في فراغ. طلع بعمله كده، اعمل خطوة للوراء، طلع هذا الفراغ بركبهم في بعض كده. يعني بعد هيك بروح ممكن ألون هذا بلون ثاني، طبعا برضو في فراغ. طيب إذا تم الفراغ يعني وما بدي أقعد أغلب حالي وأدور عليه، في عندي لما أضغط على أداة التعبئة بختار اللي هو الجاب هذه، بختار آخر واحدة. طلع كيف بدي ألونها أخضر، وأروح ألون اللي هو اللي تحت. طلع الآن ممكن أعمل خط كده هيك، وأعمل له انحناء. طلع لي انحناء كيف الفارة، أياته وركبه كده.
أعرض الخط من هين طلعه كده، أخلي لونه أي لون، يعني ممكن أغير اللون للون أخضر أو أخضر غامق، هاي اللون هاي أخضر، ممكن أخلي اللون أخضر غامق يطلع من وين من هين وأغمق اللون كده. تعرفنا اليوم على الدائرة كيف نعمل كائنات. ممكن أعمل هنا بالدائرة، اطلع الآن إحنا في موضوع الدائرة لحتى الآن، بدي أعمل كائن تاني، اطلع الأفضل هي هذه، ممكن ألونها بلون تاني في ألوان مختلطة، اطلعوا كيف ممكن ألونها بألوان مختلطة. كل كائن بعمله بحوله لجروب، بعلمه هيك وبختار موديفاي جروب. خلينا نروح للثانية هذه، موديفاي جروب، أنا أخذتهم كده وبعدتهم لأني بدي أعمل في الدائرة أمور كثيرة. إحنا اليوم موضوعنا الأدوات، رحنا على الدائرة، طلعوا الدائرة إيه ممكن أعمل فيها، هي دائرة طلعوا هي دائرة، طبعا تلونت بآخر لون أنا اخترته، وتطلعوا هاي كمان في كوبي وبحطها فوق الدائرة اللي قبل، طلعوا الخيار هذا بحطها في المكان اللي أنا عملت منها كوبي، بحطها في الخيار اللي أنا عملت منها كوبي. الآن لو حركتها كده اتقاطعت مع هاي، ممكن أعمل هلال. احنا في موضوع الدائرة، هاي جروب موديفاي جروب جروب، هاي هلال مثلا. الان برضو احنا في موضوع الادوات الدائرة، ايه ممكن اعمل بالدائرة، ممكن اعمل بالدائرة اللي هو طلعوا كيف هاي دائرة طلعوا، وهاي الدائرة هي بعمل كوبي منها، عملت كوبي كنترول في، عارفين هذا الخيار ولا عيدها بالفارة؟ عيدها بدي عيدها. طلع هذه الأمور معمولة فيديو، إذا في نقطة غير واضحة بنوضحها في اللقاءات، بتقولوا لي عيدها. الآن هذه الدائرة عملت لها كوبي، حطيتها في المكان اللي عملت منها كوبي وحركتها لكده، طلع عملت دائرتين، طلع الفارة تحت، ممكن أعمل قلب وهي ديليت للخط، يعني بالدائرة بعمل اللي بدي إياه. في نقطة غير واضحة في الدائرة كيف عملت هدول، أعيد لكم إياها ببطء، في نقطة غير واضحة في الدائرة أعيد لكم إياها ببطء، لو حكيته آه أعيد، لو ما حكيته هكمل في الموضوع الدائرة. طيب تمام، حكينا أي كائن بنعمله، بنعمل له جروب موديفاي جروب. موضوع الدائرة ايه ممكن اعمل، هاي دائرة حكينا ممكن نمدها للداخل، طلعوا ممكن نعملها كده قطرة ماء، هاي بدي اعمل قطرة ماء، طلعوا كيف، او دمعة او كذا هيك تكون مائلة، وهي لون المية مثلا اللي هو اللون هذا، طلع كيف. وبروح بدي اعمل اللي هو خط ابيض، هاي خط ابيض، هاي خط كده عملته، طبعا هذه الحدود بدي الغيها، علمتها وديليت، طلع هذا الخط الابيض هذا بحطه كده، هاي عبد الله بده يفوت، بحطه كده وبلونه لون ابيض، طلع لون الخط اللي هو هذا هاي ابيض، اما اللون الداخلي اللي هو الفل ابيض بدي اعرضه، طلع كيف عرضته. طيب الان انتقلنا من الدائره للخط، في للخط اعدادات، طلع الخط ظهر محاضره طلعوا لي برا، خليهم ما يعني ما تغل، خليهم الاطفال اليوم الله يعيننا على الاطفال، عادي بدنا نتحملهم لانه ما في مفر امامنا الا نتحمل.
طلع كيف عملت الخط مائل كأنه هلال، ولو ما وضحت لك النقطة وأخوك أو أي حدا غلبك بعيد لك إياها يعني، المهم تحملوه. طيب طلع كيف عملت الخط مائل، أعيده هذا، أعيده، تمام أعيده. طلع هذا عرفته كيف انعملت مائلة هيك قطرة ماء أو منحنية، ولا عيدها. كل هي في الفيديو هتلاقوها، لكن لو حب لو حدا حكى لي عيد هعيد. طيب كيف عملت الخط اللي هو منحنى، عملت خط كده، طبعا ما بين. واحد بيقول لي وين الخط اللي انا عملته، عارفين ليه ما بين؟ لانه لونه ابيض، ابيض على ابيض ما ببين. طب كيف العمل هنا مدبب وهنا مدبب؟ انا لما علمت الخط كان الود تبعه طبيعي كده، كان رفيع، عرضته واخترت الود، اخترت الود. هنا في واحد بده يفوت هيأدي. طلع اخترت كيف الود، علمتها كده وركبتها. هذا بدي اعملها الحناء ميلان كده هيك. طيب وبدي الونها لون ابيض. طيب هاي لون ابيض، عارفين انه هذا خط، هذا خط، هذا لون الخط الاطار، هيو كده بنحكي عنه. هذا هذا لون فل، لون داخلي، يعني لما نعمل دائره في لها الدائره لونين، لون داخلي اللي هو الفل، ولون اللي برا طلع لونته ابيض انا، لون براني اللي هو هذا لون الخط. عارفين لو هذا لون داخلي كان قطع من القطرة المية وخلى فراغ. طيب أخذنا كيف بالدائرة نعمل قطرة مية، نعمل هلال، نعمل قلب، نعمل إلى آخره. في أمور تانية ما ذكرنا، إحنا كله عند الدائرة. الآن كيف بدي أحفظ الملف؟ يعني حتى ما يطير معي لو قطعت الكهرباء او علق الكمبيوتر، بضغط على قائمه فايل وبضغط هنا وبروح هنا على الكمبيوتر مثلا، على يعني اي مكان، بعمل لي ملف فولدر بكتب عليه مثلا انيميت او مقدمه، بكتب عليه انيميت. وبحفظ الملف فان يعني بكون مكتوب untitled، بكتب هنا مثلا الأدوات، مثلا tool أو الأدوات، أو بالعربي اكتب أي كلمة اللي بدك إياه، المهم تكون عارف إحنا إيه بنعمل. أنا عملت كائنات كثيرة. طيب نروح، احنا رحنا على الدائره، نروح على موضوع اللي هو الريكتانجل اللي هو المربع ار. فنعمل مربع واضح يا دكتور. نعيد ثاني. هيك واضح كده، واضح كده، واضح تمام تمام. الآن بدنا نروح على المربع، نعرف كيف نعمل المربعات، كيف طلع لي المربع هذا إطاره كده، لأنه أنا اخترت، المربع واخترت الود هذا. يعني لو اخترت الود هذا طلع المربع كيف بيطلع. هذه ممكن نعملها، نعمل فيها إطارات، إعلانات، مربعات إلى آخره. طيب الوضع الافتراضي للإطار، مين عمل الخط هذا يمحيه؟ طيب الوضع الافتراضي للإطار اللي هو هذا الوضع، هاي نعملك مربع، المربع بيقطع يا دكتور، شفتوه كيف ما بيقطع عندي. طيب احنا الفيديو هذا معمول اوديو، يعني ممكن تحضره،
هنا بدي نحكي غير واضح. طب هيك بقطع ولا واضح؟ الآن واضح؟ واضح؟ طيب إحنا بنحضر الفيديو هذا الأولاني، لو لقيناه غير واضح بندبرها في اللقاء القادم، يعني بنرتب الأمور. طيب الآن هي المربع، هي المربع عملنا الإطار، طيب هذا عملنا المربع، المربع هذا هياته ممكن ألون اللون الداخلي، طلع ممكن أعمل اللي هو النافذة كده، هاي مربع، هاي مربع عملته جروب واخدته كده على ناحية. كيف أغير اللون اللي فيه اللي هو فل طيب الآن كيف أغير اللون اللي فيه؟ بضغط عليه مرتين وبختار فل وبغير اللون اللي بدي اياه. كيف ألغي الخط الإطار اللي برا؟ بضغط مرتين وديليت. طلع المربع، ممكن أعمله كده كأنه متنع أو كذا. هاي جروب. انتهينا من المربع، نروح على الأداة اللي بعديها اللي هي ريكتانجل بريمتيف تول. لو ضغطت عليها كده هاي اللون الداخلي، لاحظ ممكن أعمل المربع إطاره يكون بالطريقة هاي. ولا يهمك، حاضر. إذا الأمور، الفيديو هذا بيعطي لك إياه، إذا الأمور غير واضحة هوضح لك، اكتب لي على الجروب ووضح لك كل نقطة. حاضر، إحنا في النهاية معنيين إنكم تفهموا. إحنا في النهاية معنيين إنكم تفهموا، يعني ما بدي أعطي المحاضرة وإنه أعطيتها فقط. يا تمام، المربع هذا هي عملناه، طلعه كيف ممكن لو بدي مربع انحناء وكذا، طلع كيف عملته. اعيده تاني، هاي المربع طب عمل له انحناء، ممكن الانحناء اخليه اقل، ممكن اخليه كتير كده. تمام، بعمل له جروب افتراضي. طيب الآن أخذنا المربع، نروح للأداة اللي بعديها اللي هي Oval Primitive Tool. هاي عبارة عن دائرة، هاي الدائرة هاي ممكن أخليها كده، أخليها ربع، ثلاث أرباع، إلى آخره. واضح كيف؟ وإلها إعدادات كمان، هذا طلع، يعني ممكن أنا اتحكم كمان انه تكون مفرغه من الداخل بالطريقه هاي. طيب اخر اداه في الادوات اللي هذا اللي هي البولي. لو عملت هيك عمل لي مضلع من عده قطع، هي عددهم. طب كيف اغيرهم هدول؟ طب قبل ما نكمل بدي اياكم تعلقوا، يعني تحكوا معايا هنا. بدي اخذ حضور في الاول. في طلاب كاتبين لي كلمات غير، يعني غير معرفه، بدي اعرفوا مين هو مثلا. هنا محمد الحرتاني، محمد كيف الوضع؟
الو علاء، معك دكتور، كيف الامور؟ الامور تمام، لكن مرات الصوت كان بقطع. احنا بنبعث لكم الفيديو، اذا ما فهمتوا منه بندبرها، ممكن نروح على الجوجل ميتنج او كذا. واضح الامور هذه كيف انعملت؟ المطلوب منك اليوم هوم ورك، تعمل لي اياهم هذول، تعمل لي مثلا مربع، دائره، هلال، فاكهه، خضره، كذا الى اخره. طيب هيدا عملت المضلع، هذا عملته جروب، موديفاي جروب، واخذته لها. الان نروح للي بعدي، هاي المضلع اللي هو المضلع، طلعه في له بروبرتي. هذا هي طلع كم ضلع مكتوب، هذا كم ضلع، قد ايه كم ضلع مبين عندكم، قد ايه مكتوب؟ الو يا دكتور، بعد اذنك، من وين بدنا ننزل التطبيق هذا؟ حاضر، هبعث لك الرابط بعد المحاضرة، الان خليك معي. حاضر، الان معايا الرقم هذا، ايه مكتوب هذا؟ 5. ايوه، لو بدي اخلي الاضلاع اكثر، 8، بكتب 8. لو بدي اخليها 30، طبعا 30 هتبين قريبه من الدائره، يعني الامور اللي ما كنا نعملها بالورق على بالقلم هينا بنعملها بالكمبيوتر. طلع هذا الرقم قريب من الدائره. طيب اوكي، عملنا المضلعات، هذا كله مضلع. طلع الادوات كيف خربت معي، اختفت. لما تختفي معي بضغط على ويندو على وورك، بختار اخر خيار هذا. طيب الان في عده، هذا حدا بيحكي. حاضر ابو خفيف، ولا يهمك، اعتبر المحاضرة هذه هعيدها بالأول. بدك أبدأ من الآن أعيد بالأول اللي عملته؟ إذا قلتوا لي آه كلكم، أغلبكم حكى آه، هعيدها. إحنا هذا الأنيميت وظيفته أن نتعلم كيف نحرك على الأنيميت كرتون، حركات، دعايات، إعلانات متحركة، ولا قدام إذا قدرنا نقدر نعمل فيه ألعاب، تطبيقات، ألعاب أطفال، التطبيقات التعليمية إلى آخره. أعيد، حاضر هعيد. أول خطوة بديت فايل نيو، أختار هذا الأبعاد، يعني قد إيه بدي بعد التطبيق، مكتوب أبعاد افتراضية، هذا خليها كما هي. طب والبلاتفورم إيه أختار؟ أختار آخر خيار. لو بدي اندرويد او ايفون بختار الاندرويد، لو بدي ويب بختار الويب، احنا نختار اخر خيار. اليوم بدنا نتعرف على الادوات، يعني انا قبل بحرك بدي اعرف اتعامل مع الادوات. حكينا بدنا نروح لاداه الريكتانجل، هي مربع. طب المربع هذا له لونين، لون داخلي ولون اطار. الاطار هذا كيف بدي لونه؟ لو ضغطت على الخط مرتين هي بطلع لي اللون هنا او هنا، هي بطلع لي اللون هنا او هنا. طيب الان كيف بدي اغير اللون؟ اللون الداخلي من فين بغيره، ولون الاطار بضغط عليه مرتين وبغيره من هذا. طيب اوكي، الخط تبع الاطار ممكن اعرضه، ممكن اخليه رفيع، ممكن اخليه منقط، ممكن اخليه اللي هو خطوط كده تطلعه. طيب هذا اللي هو المربع، اعمل له جروب حتى ما يخرب عندي او ما يتغير. حددته هنا،
المربع عرفنا كيف المربع ينعمل. انا ممكن اعمل مثال بالمربع كالتالي، هاي بيت ببدا عباره طلعوا، هاي لون الفل، واروح الود اعمل النوافذ طلعوا، اخلي هذا اللون، هذا اخلي اللون وهذا تطلعوا هاي النافذة اعملها جروب جروب، وهي اعمل بده اكثر من واحد كوبي واحطه في المكان اللي عملت بده كوبي حتى يطلع قباله، هاي كمان واحد كوبي كنترول في. طبعا المفروض الفراغ اللي هذا يكون قد اللي هذا، هذا مو موضوعنا الان، موضوعنا انه نعرف نتعامل مع الانيميت. هاي الثلاثه علبتهم بكنترول وقلت له كنترول دي وهاتهم لتحت. بنعمل كمان اللي هو طابق او اللي هو اعمل بينها كنترول دي او كوبي وحطها في المكان اللي عملت بينها كوبي وارفعها لفوق. بالمربع ممكن اعمل امور كده. طيب هاي المربعين عملتهم جروب، وطلعت من الوضع اللي انا فيه وديتهم على ناحيه. بالمربع ايه ممكن اعمل؟ بالمربع ممكن اعمل طلعوا، ما بدي ادخل على ادوات ثانيه، بدي تبني في المربع، ما بدي افوت على ادوات ثانيه، بدي تبني في المربع، يعني ما بدي اعلمك كيف تعمل مبنى ثلاثي الابعاد. الان المربعات انتهينا منها، عرفنا كيف نتعامل معها، ممكن اعمل كتاب، اعمل طاوله، اعمل موبايل، اعمل كذا. طلع الموبايل كيف ممكن اعمله؟ بالركتانجل الثاني. هيا طبعا واحد بحكي لي ممكن تاخد هاي هاي ورتب اللي في الداخل، اطلع اعمل مربع في داخله بلون ثاني، هاي فل، طبعا اطلعوا لاحظوا اختفت وراه، اخذها كده وبعملها جروب وديفاي جروب حتى تطلع كده، هذا بحرك لهذا وهذه لها. طبعا ممكن اطولها اعرضها، ممكن احط اللي هو دائره هذا تطلع، يعني بدي اعلمك انا امور كيف الادوات تتعامل معها، ما بدي اعمل لك موبايل بالضبط، لكن بدي اعرفك كيف هاي الهادي، وممكن اغير لونها، المفروض اغير لونها بلون ثاني، ها طلع كده موبايل، وفوق احط الكاميرا والهيدفون الى اخره والبداخل، واعمل مربعات هذه. اذا بالمربعات والاداه لهذا الركتانجل طلع كيف عملت. طيب في حدا بيحكي هاد؟ روح لكم هنا يأدبت. كيف الأمور؟ بدي اياكم تردوا علي على المحادثة أو حكي هاد. تمام تمام. إذا في حدا عنده أي نقطة يحكي لي إياها، بوضح له إياها. إذا في حدا غير واضحة له أي نقطة، إذا أنا بدي أتخيل الآن كيف بدي أعمل موبايل، كيف بدي أعمل مروحة، كيف بدي أعمل دفتر، كتاب إلى آخره، قلم إلى آخره. إحنا بالمربع هنا عملنا موبايل، ممكن أعمل لابتوب إلى آخره. طيب نروح على الأداة الدائرة، الدائرة اللي طولنا فيها. حركة الانحناء للمربع لم يفهمها. طلعوا
هي بدات بحكي لي انه ارد عليه. هي المربع طلع معي للحذاء هذا اللي طلع هو لحاله افتراضي منحنى ركتانجل بريمتيف تول. طلع لو ضغطت هان على الحدود طلع بعمل انحناء اكتر او بدون انحناء طلع هو لحاله. او هان بغير الرقم يعني اللي بدك اياه احنا خلينا على هان. وضحت؟ طب تمام نروح للاوفل تول الدائرة. هاي الدائرة الدائرة حكينا بنعمل فيها قطرة مية. طبعا ممكن الغي الحدود احدد الحدود وديليت اخلي فيها قطرة ماء اللي هي اللون هذا. ايوه هذا طلع كيف بدي اعملها قطرة ماء. طلع كيف الفار تحركت وبحركها لفوق كده او كده. كيف بدي اعملها خط ابيض كده؟ قلنا بنعمل خط هاي خط وبدي اعمل له انحناء. طلع له انحناء كيف هي الخط هذا بده يكون ابيض. ما بدي اضيفه ابيض الان لانه لو اخترت ابيض هيبين هيختفي هيختفي. لو ضغطت عليه واخترت ابيض طلع اختفى. وين راح؟ بدور عليه تاني. خلي اي لون حاليا عبال ما ارتبه. طيب كيف بدي اعمله اللي هو بالويدث تبعه عملت اللي هو بروفايل واحد هذا طلع حتى يبين. وغير لونه لابيض. اعملها جروب بوديفاي جروب بوديفاي. بوديفاي جروب. اوكي هذا ممكن اعمل له عينين وايدين ممكن لكن خليها لقدام. ما بدي اتوهكم بدي اعرفكم الادوات فقط. الان عرفنا الدائره قلنا الدائره موضوعها حلو. ممكن اعمل دائره بعد اخذ الدائره هاد الوضع الافتراضي تبع اللون تبع الخط والعرض تبعه بخليهم اي لون كده. هاي دائره حكينا الدائرة ممكن نعمل فيها كمان اللي هو طلع أعمل فيها إيه هذا طلع بأداة الخط بعمل اللي هو القبعة أو كذا. وبروح بلون هاي أداة التعبئة. هاي اللون أي لون من هدول وهذا اللون. والله يا دكتور هاي تاعت أداة الخط. حاضر اللي هي هادي ولا هادي؟ لا هذا العمينة العيابين المثلثات اللي عاملة مثلثات ولا تبعت قطرة البيه؟ لا تعت المثلثات. حاضر طلع كيف هاي دائرة. رحت طلعتها هيك لفوق انحناء